كوتشينج. المعدة بيت الداء. أوميت كامل العزاوي ستشرح لنا كيف نتخلص من عدد من الأمراض بواسطة الغذاء فقط، كيف نضبط الغذاء حتى نتمتع بصحة كاملة وحيوية مرتفعة دائما وبألق. صباح الخير أستاذ أوميت. صباح النور، أهلا بكم. سعداء بك. والعرب قديما قالت المعدة بيت الداء، وهذه القاعدة صحيحة 100%. 100% صحيحة، وهذا الشيء أثبتها أنا، جربتها على نفسي أول شيء. أنا كان عندي ربو، كان عندي قولون عصبي، كان عندي بداية سكري، كان عندي جيوب أنفية، حساسية، كل هاي الأمراض قدرت أتخلص منها بمجرد أنه غيرت نظامي الغذائي. نبدأ معك الآن، ما هي الوصفات، ما هي الأشياء التي نحرص عليها دائما، خاصة كل صباح مثلا؟ كل صباح أهم شيء أنه نبلش يومنا بمي دافي مع عصرة ليمونة، هاي جدا مهمة لأنه تعدل لنا الحمضية اللي موجودة بالدم وتخليها مضبوطة. ثاني شيء نسوي أنه نشرب العصير الأخضر. العصير الأخضر هو شكو عندنا أشياء خضراء بالثلاجة، يعني ممكن البقدونس، الجرجير، السبانغ، التفاح الأخضر، حتى ممكن حب زنجبيل، ونحط وياهم مي ونشربهم صباحا. هذا الشيء ينطينا طاقة وينطينا فيتامينز من الصباح. طيب، وبالنسبة للسعرات الحرارية، يعني تحدثت عن الأشياء الخضراء كالنعناع والبقدونس وما إلى ذلك، يعني بنغمره في الماء فقط أم ممكن يتم خلط هذه الأشياء وتشرب كعصير؟ لا، نحطها على شكل يعني نحطها مع كأس من الماء. نعم. بالعصارة أو بالخلاط ونشربها هي والألياف اللي فيها، نشربها على شكل عصير أخضر. طيب، ذكرت عدد من الأمراض، وأنت شخصيا شفيتي من هذه الأمراض عن طريق الوجبات أو عن طريق ضبط النظام الغذائي بالنسبة لك، يا ريت نتعرف على بعض هذه الأطباق أو هذه يعني. نعم. هل هي خضر، فاكهة، أم كل نعم. ذلك؟ أنا مشيت على نظام غذائي، تركت بالسكر، تركت بالطحين وأي شيء يجي من منتجات الطحين، وتركت بالرز، وتركت الحليب لأنه بيه سكر لاكتوز، فقللت جدا النشويات اللي موجودة بالأكل واعتمدت على البروتينات الصحية بدون أي معلبات، اعتمدت على الخضار بكمية كبيرة، وأخذت دهون صحية، تركت كل الزيوت المكررة والمهدرجة اللي هي زيت عباد الشمس أو زيت الذرة، هذول الأشياء تركتها ورجعت إلى أصلنا وإلى شلون أجدادنا كانوا يأكلون، اللي هي الدهون، السمنة الحيوانية، السمنة البلدية، الزبدة الحيوانية، هاي الأشياء. طيب، هل توقفت عن تناول أي نوع من اللحوم، أي نوع من الخضروات، أي نوع من النشويات، ولا لا بتتناول كل هذه الأشياء ولكن بمقدار؟ أخذ لحوم. نعم. اللي أحاول تكون بدون هرمونات اللحوم. نعم. يعني أكل لحم غنم، لحم بقر، دجاج. يعني لم تحرمي نفسك من شيء؟ لا طبعا لم أحرم نفسي، غربتني من الأشياء اللي هي السكر المفكر والجلوتين اللي موجود بالطحين، هذول أكيد يعني ممنوعين تماما. طيب، إذن هذا يعني عن طريق الغذاء نتخلص بعدد كبير من الأمراض، وأنت ضربتي مثل على نفسك شخصيا أستاذة أوميت كامل العزاوي، شكرا. ونصيحة ربما لمن يستمع إلينا الآن قبل أن نودع أستاذة أوميت، لمن يستمع إلينا الآن. نصيحة أكيد، النصيحة الأهم أنه قدر الإمكان نبتعد عن أي شيء في سكر، خاصة الناس اللي عندهم أمراض مثل السكري، مثل الضغط، مثل تصلب الشرايين، القولون العصبي، ابتعدوا عن السكر وعن الطحين وقدر الإمكان عن أي شيء بسكر لاكتوز. هذا الشيء راح يحسن حياتكم وراح يغيرها إن شاء الله، وإن شاء الله تركون حتى الأدوية. ممتاز ممتاز، شكرا للأستاذة أوميت كامل العزاوي، حدثينا من العراق. شكرا لكم.